بجانب ده كابتن اشرف توفيق عمل جلسه فنيه، قعد مع اللاعبين محاضره فنيه، زي ما احنا جوه الملعب عندنا تكتيك كمان لازم محاضره فنيه تتاخد في اجتماع، فعمل اجتماع مع اللاعبين عشان يحسهم على المرحله اللي جايه ان اخد بطولتين، ناقص لنا بطولتين في السيزون، دوري سوبر وكاس مصر، ما عندناش تاني خلاص، السنه دي في كره السله الرجال اتنين بطولتين فقط، دوري سوبر مهم جدا وكمان بطوله كاس مصر. كابتن اشرف توفيق اتكلم في المحاضره عن بعض الامور الخطيه الخاصه بالمرحله اللي جايه في دوري السوبر واسلوب اللعب عشان يقدروا ينزلوا يطبقوها في الماتشات اللي جايه وكمان يطبقوها في التدريبات. خلينا نخرج لتقرير مع كره السله رجال وترجعوا لنا مره ثانيه تشوفوا قالوا ايه. طبعا كابتن اشرف ده قيمه كبيره كلنا، يعني سواء كجهاز مساعد لكابتن اشرف او كلعيبه بنحاول نستفيد من خبراته وناخد من خبرات السنين اللي هو عاشها ومواقفه. غير كابتن اشرف ما شاء الله يعني معروف عنه انه راجل باسكتبول بتاعه عالي جدا، قربي من اللعيبه في السن ده طبعا ممكن يكون العقل قريب من بعض، انت تبقى عارف هم محتاجين ايه، نفسياتهم، الحاجات اللي هي بتبقى مهمه بس هي خارج الباسكت مهمه، بس جوه الباسكت طبعا مفيش سن، في احترام بينا، كل واحد عارف شغله وعارف واجباته وعارف اللي عليه وعارف اللي ليه ايه واللي عليه ايه. والفرقه طبعا كلها ما شاء الله اخلاقهم عاليه ومحترمين والحمد لله الدنيا ماشيه كويس، ويا رب ان شاء الله يكتب لنا خير الفتره الجايه باذن الله. كده احنا الحمد لله تاهلنا لدور الثمانيه في دوري السوبر، هنلعبه بنظام بقى رايح جاي، الثمان فرق هيبقوا ثمان فرق كبار تقال جدا، يعني المتوقع يعني ان شاء الله ان هم الحمد لله احنا كده صعدنا الاتحاد السكندري، الجزيره، الزمالك، سموحه، الجيش، مصر للتامين، سبورتنج، فما فيش ماتش سهل خالص، الماتشات كلها صعبه، الفرق كلها مدعمه بشكل كبير، الفرق كلها مستوى الامريكان اللي موجود والمحترفين اللي في الدوري دلوقتي حاجه ما شاء الله، يعني كل الناس صارفه على الفرق بتاعتها، مستوى الباسكت عالي، اللعيبه المصريين الامريكان اللي انضموا للنوادي كتير منهم احنا على سبيل المثال احمد اسماعيل او ايهاب امين لو كان بره ورجع على النادي الاهلي، فاللعيبه في انديه كتير عامله اضافات، ماتشات يعني هيبقى الاجهاد فيها عالي جدا، هنحتاج كل لعيب في القائمه، ال 15 لعيب محتاجين مجهودهم معانا، فربنا يكتب الخير ان شاء الله. في لعيبه كتير جديد على النادي الاهلي، احنا السنه دي من القوام ال 15 في 8 جداد على النادي الاهلي، فطبعا بس هم عارفين النادي الاهلي انه يعني التيشيرت اللي هم جايين يلبسوها دي قيمتها ايه والطلبات المطلوبه من جمهورهم ومجلس ادارتهم والناس في النادي ايه، وهم ملتزمين. حصل لنا باد لوك في ماتش الجزيره بتاع دوري المرتبط، وممكن تكون مش دي البطوله المحبذه لجمهور النادي الاهلي، طبعا انت عارف الكاس والسوبر اكثر قيمه بالنسبه للجمهور خصوصا دوري السوبر اكتر من الكاس كمان، لان ده هو الدوري العام اللي هيأهلك انك تلعب في بطوله افريقيا، فبقول لرجالتنا ان مفيش وده اللي هم عارفين مفيش حد ان شاء الله هيبخل باي جهد او اي نقطه عرق عشان نحاول باذن الله نسعد جمهور النادي الاهلي اللي احنا تعبنا قوي من الصيف ان احنا نحاول نبني فرقه، احنا مش بانين فرقه عشان نخطف بطوله السنه دي ونجري، احنا بانين فرقه عشان النادي الاهلي يقدر ان هو ال 10 سنين اللي جايه متوسط اعمار فرقته 23 24 سنه يقدر من 10 سنين جاي يقدر ينافس ويفوز بالبطولات وربنا يكتب الخير ان شاء الله. طبعا النهارده يعني خطوه مهمه لبدايه دوري السوبر، طبعا دوري السوبر يعني اهم بطوله في السيزون واحنا بنتمرن من اول السنه يعني عشان نركز في البطوله دي. يعني الفتره الجايه طبعا مهمه جدا، اهم فتره في السيزون، بشتغل على نفسي يعني كل يوم، بتمرن مع كابتن احمد الجرحي وساعات كابتن اشرف، وطبعا يعني بعد اللي حصل الفتره اللي فاتت يعني احنا مركزين اكتر نشوف غلطاتنا ونتعلم منها. يمكن احنا كفريق لسه يعني كل يعني في حوالي 7 أو 8 افراد جداد، فلسه يعني وما يعني بنحاول ناخد على بعض في الملعب وده، فنطلب بس يعني من الناس ان هي تصبر علينا شويه. طبعا يعني الفوز بالبطولتين الجايين الكاس مصر والدوري ان شاء الله، بطولتين صعبين جدا كل المنافسين فيهم تقال، فان شاء الله نطلب يعني الدعم من الجماهير. طبعا دلوقتي الفرقه كلها جديده يعتبر، يعني في 8 انفار جداد، التوليفه زي ما انت قلت الكوتش يعني مزج ما بين الخبره وما بين لعيبه صغار السن عشان يقدر يبقى في ضغط، يبقى في انواع الدفاع مختلفه،
الحمد لله احنا نجحنا بشكل كبير الفتره اللي فاتت، الحظ ما حلفناش في ماتش الجزيره، ولكن يعني نعتبر حلفنا بنسبه كبيره ان احنا قدرنا نحفظ بعض، نفهم بعض، نقدر نشوف ده بيتحرك ازاي، ده بيلعب ازاي. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه تكون لينا كل يعني كلها باذن الله، البطولتين اللي فاضلين ان شاء الله يكون لينا نصيب فيهم ان احنا ناخدهم ونبسط الجماهير ان شاء الله. كابتن احمد الجرحي يعني يعتبر احنا كلنا معظمنا اللي لحقوا في الملعب ولعب معاه، دي ميزه كويسه قوي ان هو بيقدر يفهمنا، بيقدر يفهم امتى اللود عالي، امتى الناس تريح، امتى الناس تزود، قريب مننا جدا في سننا وفي تعاملنا، دي حاجه ميزه طبعا لينا عن زياده الفرقه يعني. بالنسبه لكابتن اشرف بيتعامل نفسيا معانا كويس جدا، الماتشات اللي جايه معظمها يعني المستويات متقاربه، فلازم يبقى فيه احنا زياده نفسيا، زياده نفسيا مرتاحين نفسيا، بيعرف يتعامل معانا يقول لنا ايه الصح اللي نعمله، ايه اللي مش صح، ايه اللي المفروض نزود منه الفتره اللي جايه، ازاي نريح، نعمل ايه في الراحه، كل ده بصراحه كابتن اشرف يعني قريب مننا فيه وفاهم دماغنا، واحنا الحمد لله الفتره اللي فاتت يعني جمعنا دماغه لحد ما. الموسم ده يعني يعتبر اصعب، حتى الفرق الثمانيه اللي تحت جامدين، جايبين محترفين على مستوى عالي، كله مدعم بصراحه، كله واخد الموضوع ان هو بروفيشنال بجد، ان كل حاجه ليها يعني كل ماتش ليه حساباته، مفيش دلوقتي ماتش يخلص من الاول، مفيش ماتش تبقى متكهن نتيجته من اول من قبل ما يبدا، كل الماتشات في الملعب هي في الاول وفي الاخر توفيق ربنا، ونلعب رجاله والباقي كله ان شاء الله على ربنا باذن الله.